ذكر إبراهيم النخعي يقول كنا عند زيد بن صوحان، وزيد بن صوحان من العباد من التابعين الكبار، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتشرف برؤيته، وكانت يده قد قطعت في معركة نهاوند في قتال الكفار، فكان يحدث أصحابه، فجاء أعرابي فجلس، ثم قال الأعرابي لزيد بن صوحان: إن كلامك يعجبني، يعني كلامك ما شاء الله طيب، وإن يدك تريبني، يعني ليش مقطوع يدك؟ تبايق يعني سارق. يقول: وإن يدك تريبني. قال: وما يريبك؟ إنها الشمال، يعني لو كنت سارق تقطع اليمين، هذه الشمال. قال: وما يريبك؟ إنها الشمال. قال: والله لا أدري هل يقطعون الشمال أو اليمين. فقال له زيد: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.